نستنى نشوف ما هي قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي من هذا الاجتماع الطارئ بسبب المباراة. طيب قبل بس ما اتكلم عن مباراة الأهلي وبيراميدز، هقول لكم على موضوع. من يومين ثلاثة كده كنا بنلعب كورة، أنا كنت حكم، كنت إيه؟ حكم. كان كابتن خالد بيبو، كابتن أحمد بلال، كابتن رضا شحاتة، كابتن محمد عمارة، كابتن سيد عبد الحفيظ، شوية ناس كده، مجموعة كبيرة كده من نجوم النادي الأهلي طبعا. المجموعة دي كنا مسميين نفسنا الأهلي، أو كانوا مسميين نفسهم الأهلي، لأن هم أولاد النادي الأهلي. كانوا بيلعبوا فريق تاني مش هقول لكم اسمه. الفريق التاني أو فريق النادي الأهلي تخيلوا كسب الفريق التاني كام؟ ها؟ كسبوا 6-1. كسبوا كام؟ 6-1. ففريق النادي الأهلي كسب الفريق التاني 6-1. على فكرة كل اللي أنا بقوله ده ما حصلش، كل اللي بقوله لحضراتكم ده ما حصلش، والستة واحد والكلام ده كله وكل الكلام ده ما حصلش، ولكن هو مشهد هزلي الحقيقة. أنا مع الشباب اللي معايا اخترعناه أو اتكلمنا فيه، لأن مفيش أسهل يا جماعة من الكيد، مفيش أسهل من الكيد والفتنة والتعصب. سهلين جدا، سهلين جدا، نقدر نطلع نقول كذا وكذا 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 وكذا، ولكن الأصعب هو أن أنت تحافظ على طبيعتك، تحافظ على الروح الرياضية اللي المفروض تكون سائدة ما بين الجميع، خصوصا من نجوم رياضيين أو لاعيبة كرة كبار، مهما كان لاعيبة كرة كبار وبينتموا لنادي كبير. فالمشهد اللي أنا قلته ده هو مشهد هزلي، حبيت بس أوري لحضراتكم إن مفيش أسهل من إن إحنا نطلع هنا، وأنا هنا الحمد لله قناة النادي الأهلي من القنوات اللي متابعة بالملايين، مش متابعة بالملايين، ملايين كتيرة جدا بتتفرج على قناة النادي الأهلي. ولكن دائما إحنا هنا في القناة بنتعلم شيء واحد فقط، هو محاولة التحلي بالروح الرياضية لأقصى درجة. كل الناس المسؤولة هنا دايما بتتكلم معانا في هذا الموضوع، احترام عقول المشاهدين واحترام المنافسين واحترام الجميع، هو ده دايما التيمة اللي بنمشي بيها أو الشكل اللي بنمشي بيه داخل قناة النادي الأهلي. ولكن أسهل حاجة إن احنا ممكن نقول كلمتين زي المشهد اللي أنا عملته ده، سهل جدا، والكل طبعا فاهم يعني إيه المشهد اللي أنا عملته ده، وفاهم الرقم اللي أنا قلته وبقوله عشان إيه، كل الناس فاهمة وكل اللي قاعدين بيتفرجوا عليا فاهمين. ولكن دايما أنا بحب أجيب الحاجة تبقى قدام حضراتكم، تبقى قدامكم على الشاشة، لكن في نفس الوقت إحنا دايما بنرفض هذا الأسلوب داخل قناة النادي الأهلي. زي ما قلت لكم المسؤولين كلها لما بيجوا يقعدوا معانا يتكلموا معانا، يا جماعة من فضلكم دائما نحترم عقول المشاهدين ونحترم المنافسين. احترام المنافسين شيء مهم جدا عند قناة النادي الأهلي. فمن فضل حضراتكم احنا من خلال ملعب الأهلي، من خلال هذا البرنامج، انا بقول لكل الناس اللي بتدعو دائما للفتنة حتى لو بهزار، حتى لو واخدين الموضوع بهزار وطالعين تقولوا ايه اصل يا جماعة ما حصلش كذا وده احنا كنا بنلعب بعض كذا، سهل قوي، ما احنا كنا بنلعب بعض، اقدر اقول كده يعني، اقدر اقول ان انا خالد بيبو ورضا شحاتة وبلال وعمارة والطقم ده كله كانوا بيلعبوا بعض بالمناسبة يعني، وكسبوا 6. سهل قوي ان انا اعمل كده، سهل جدا ان انا اعمل كده، ولكن انا بس حبيت اوري حضراتكم ان مفيش اسهل من اللي احنا بنقول او الكلام اللي بيحصل خارج قناة النادي الاهلي، لكن احنا داخل هذه القناة دائما ما نلتزم ان احنا بنحاول ان تكون هناك روح رياضية سائدة بين الجميع، بين الجميع. خصوصا بقى ايه ده تكملت بقى الكلام اللي انا قلته في الاول، احنا داخلين على بطوله الامم الافريقيه،
الاهلاوي هيقعد جنب الزملكاوي، هيقعد جنب الاسماعيلاوي، هيقعد جنب الاتحاداوي، كل الناس هتقعد جنب بعض عشان تشجع فينيلا واحده بس هي فينيله منتخب مصر، وعشان تشجع محمد صلاح، وعشان تشجع لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك اللي هيكونوا متواجدين. يعني ما هتلاقي اهلاويه كتيره جدا مفيش مشكله ان هم يشجعوا طارق حامد. ليه؟ لانه بيلعب باسم منتخب مصر ونفسهم ان طارق حامد ده يجيب جون. وزملكاويه كتير جدا جدا هتشجع الشناوي، محمد الشناوي في حراسه المرمى لما يطلع كوره هتلاقي الزملكاويه بيتنططوا فوق عشان يسقفوا لمحمد الشناوي. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده دايما اللي احنا بندعو له. لكن ان احنا نطلع نقول كلام يثير الفتن، ما اسهل، اسهل حاجه في الدنيا. احنا بقى لنا ساعتين قاعدين بنفكر ازاي نوصل رساله للناس وفي نفس الوقت تكون رساله تدعو للروح الرياضيه ولا تدعو لشيء اخر. فمن فضل حضراتكم الفتره القادمه، وانا بكلم جمهور الاهلي، انا ما بخاطبش حد، انا بخاطب جمهور النادي الاهلي اللي انا متاكد قد ايه هو واعي وقد ايه هو فاهم وقد ايه هو متاكد ان الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا ومهمه جدا. اللي حصل من البعض سواء صح او غلط، يعني لان البعض بعد كده لما لقوا ناس كتيره جدا بتهاجم هذا الموضوع ورموز رياضيه كبيره بتهاجم هذا الموضوع، الصوره اللي انتشرت زي ما حضراتكم عارفين، انا بتكلم عن الصوره، طلعوا قالوا اصل لا احنا كنا بنلعب بعض وكذا وكذا. ماشي اوكي، خلينا هنعتبر هذا الموضوع حصل، وهنعتبر ان انا ما بتكلمش باسم جمهور النادي الاهلي ولا بتكلم انا بتكلم باسمي، يعني هنحاول نعتبر ان ده حصل، ودائما هنسمو او هنطلع دايما نبقى فوق الجميع كالعاده. هو ده النادي الاهلي دايما، هو ده النادي الاهلي، هو دايما لما بنيجي نفكر ولما بنيجي نتكلم ما بنتكلمش الا في هذه الامور وبهذا الشكل وباحترام يتناسب مع الجميع. دايما ببص من منظور ان انا الكبير، مش انا اسلام، النادي الاهلي الكبير. معلش مفيش مشكله لما حد بيخطئ هنبص له كده، اقول له على فكره كان سهل قوي 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 قوي، وانا وريتكم من شويه ان انا اقول ان انا وفلان 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 لعبنا ضد فلان وفلان وكسبنا سته، واتباهي مش بدي بس، مش بدي بس، لا في نتائج كتير، واتباهي بنتائجي مش بنتائج غيري، اتباهي بنتائجي انا عملت ايه؟ وانا كسبت مين؟ وانا كسبت كام دوري؟ كسبت كام افريقيا؟ هنقعد بقى انا كده يبقى هننسى الاجتماع الطارئ وهنخش في كلام تاني لو اتكلمنا في البطولات وفي التاريخ وفي القادم برضو، خدوا بالكم. فانا بدعو الجميع ان احنا خلال الفتره اللي جايه يكون هناك روح رياضيه. اتمنى ان تكون هناك روح رياضيه، وانا بوعد جمهور النادي الاهلي ان احنا دائما من خلال ملعب الاهلي، واعتقد ان كل البرامج اللي شغاله في قناه النادي الاهلي او اللي موجوده في قناه النادي الاهلي اعتقد بتنتهج نفس النهج، وهو دائما ان تكون الروح الرياضيه هي الغالبه وهي السائده، ولا ننظر الى الصغائر مهما كانت، على الرغم من ان هي طالعه من اسماء كبيره بالمناسبه كلهم اصدقائي وكلهم صحابي. واتمنى ان الموضوع ده ينتهي ومحدش يتكلم فيه تاني، لان زي ما قلت هكرر للمره المليون اهو في ربع ساعه، انا كررت الكلام ده كتير، لكن اسهل حاجه في الدنيا ان انا اطلع اتباهى بالنتائج بتاعتي، اسهل حاجه في الدنيا اجيب كل بقى النتائج السابقه وهي كتير بالمناسبه، هجيب كل النتائج السابقه واطلع اتباهى بيها. اعمل انا هعمل من واحد لغايه كام؟ قولوا لي لغايه كام، يعني هعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه وسته وكله، هعمل كل الارقام. لكن احنا دايما هنا زي ما قلت لكم بنلتزم بالروح، او بنحاول ان احنا نلتزم بالروح الرياضيه، لان دايما في ناس، يعني مفيش حد كامل، دايما بنخطئ ودايما الناس بتخطئ. فمن فضل حضراتكم انا بقول لجمهور النادي الاهلي، يعني في منهم ناس اعتذرت او منهم ناس قالت، مجرد ان هم يطلعوا يقولوا ان والله لا ده حصل عشان كنا بنلعب بعض وكذا وكذا، انا مش عارف هم ال 11 ولا ال 12 واحد اللي كانوا واقفين كانوا بيلعبوا بعض، يعني هل كان في فرقه ثانيه 11؟ مش عارف. المهم مجرد ان هم يطلعوا يقولوا هذا الكلام فهو اعتذار يعني مغلف، اعتذار مغلف. فعشان كده
انا بقول لحضراتكم. وعلى فكره فيهم ناس محترمه جدا جدا جدا، كلهم الحقيقه ناس محترمه، مهما عملوا ومهما قالوا. احنا دايما في هذه القناه دائما ما بنتعامل، او النادي الاهلي كده دايما لما بيتعامل من منطلق ان هو الكبير، ان هو اللي بيحاول ان يحتوي الجميع. وبالمناسبه ده مش في هذا الموضوع فقط، ولكن في كل المواضيع، حتى في اجتماع الطارئ. اجتماع الطارئ النادي الاهلي بيحاول ان هو يحافظ على حقوق جمهوره بالتواجد غدا، حتى لو 2000 واحد ولا 1000 ونص، اللي هو يتم الاتفاق عليه امنيا مع الامن يعني. دي حاجه